أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم.
نجنا يا ربنا بفضلك مما نخاف، بحق ما قرأ شيخنا من آيات سورة قاف. فضيلة القارئ الشيخ أحمد البالي